لم يتطلب الأمر سوى 9 أشهر حتى تتهاوى قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لتفقد ما يقارب من نصف قيمتها وتصبح ثانية أسوأ عملة من ناحية الأداء في العالم وذلك بعد البيزو الأرجنتيني. فماذا حدث؟ لعل تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مجريات المشهد الاقتصادي كان له الأثر الأكبر، فأردوغان أشعل مخاوف المستثمرين مع إصراره على تبني نظريات مخالفة للقواعد العلمية الاقتصادية والمصرفية، فهو معارض لرفع معدلات الفائدة بأي شكل لدرجة أنه وصفها بأب وأم كل الشرور. وبالطبع أدت معارضة أردوغان لرفع معدلات الفائدة إلى تأخير البنك المركزي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية في الوقت المناسب، لا سيما في ظل تحقيق نمو اقتصادي يتطلب رفع معدلات الفائدة، مما دفع إلى تداعي ثقة الأسواق في المركزي وسط تزايد الشكوك في مدى استقلاليته. مشكلة أخرى لا تقل أهميتها عن سابقتها بل تتداخل معها أيضا، أن الجانب المظلم من وتيرة النمو السريعة للاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة اعتمدت على الديون الخارجية وأكثر من غيرها أيضا ليصبح الاقتصاد أكثر هشاشة وعرضة لتقلبات سعر الصرف كما سنرى لاحقا. الشركات والبنوك التركية استفادت أيضا من حقبة معدلات الفائدة المتدنية وذلك بعد الأزمة المالية العالمية، مما شجعها على الاقتراض بكثافة بالعملة الصعبة كالدولار واليورو وغيرها من خارج الدولة، وهو ما أدى بالتأكيد إلى تضخم الدين الخارجي التركي لأعلى مستوى له على الإطلاق ليسجل 467 مليار دولار في الربع الأول. ومع استحواذ أيضا القطاع الخاص على 70% من الديون الخارجية، فإن انخفاض الليرة يعني زيادة عبء تسديد الديون بالعملة الأجنبية، ليؤدي ذلك أيضا إلى تعثر الشركات في سداد قروضها الأجنبية وربما أيضا السقوط في شبح الإفلاس، ويتحول الأمر من أزمة سعر الصرف إلى أزمة ديون، ويسقط الاقتصاد التركي في فخ ديونه الخارجية التي كانت يوما ما سببا أساسيا للقفزات الهائلة في معدلات النمو الاقتصادي. يبقى التساؤل هنا، هل تنزلق تركيا إلى ركود اقتصادي؟ انخفاض قيمة الليرة بالتزامن مع اعتماد كثيف على الواردات سواء للاستهلاك أو حتى للاستخدام في التصنيع، قفزت بمعدلات التضخم إلى مستويات تاريخية سجلت نحو 18% وفقا للأرقام الرسمية، وهو أعلى مستوى أيضا منذ 15 عاما، الأمر الذي ضغط على المركزي التركي أخيرا لرفع حاد في معدلات الفائدة، ويدخل بذلك البنك المركزي في دوامة محاولة السيطرة على التضخم ودعم قيمة الليرة. لكن رفع الفائدة في المقابل من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وربما يسقط الاقتصاد التركي في براثن الركود التضخمي، وهي الحالة التي تضعف فيها وتيرة النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع مستمر للأسعار وارتفاع في معدلات البطالة، وتصبح الرؤية المستقبلية أكثر قتامة للاقتصاد التركي الذي نما ب 7.4% خلال العام 2017، مما وضعه في ذلك الوقت بين أسرع الاقتصادات نموا في العام الماضي. فالبنك المركزي التركي نفسه يتوقع نمو الاقتصاد ب 3.4%، أي نصف ما كان عليه خلال العام 2017. وترى مؤسسة فيتش انكماش آخر 3 فصول في عام 2018 مع تباطؤ حاد للنمو ليصل إلى 1.2%. كانت توقعات أيضا S&P أكثر سلبية، حيث تتوقع سقوط تركيا في انكماش اقتصادي العام المقبل مع ارتفاع التضخم إلى 22%.